اهلا بكم. واش القران كلام ديال الله؟ بزاف ديال الناس كيظنوا باللي القران كلام الله، حيت هذا الشيء اللي قالوا لينا والدينا، وهذا الشيء اللي قالوا جدودنا الوالدين. والواحد فينا كان كيسمع القران كيتجود بصوت حنين، كيطيح عليه الضيم شي مرات واخا ما يكون فاهم حتى شي حاجه. المهم راه الصوت زوين والكلمات عربيه فصحى قديمه كتسمع في الودن مزيانه. ماشي مهم تفهم، ماشي مهم تعرف المعنى، المهم تقرأ القرآن في الجامع مع الجماعة أو تسمع ليه في كاسيطة بصوت الحصاري ولا الحديفي ولا عبد الباسط عبد الصمد. والدليل أن الناس في رمضان كيمشيو يصليو مثلا في مسجد الحسن الثاني بالآلاف باش يسمعوا القرآن بصوت القزابري. علاش؟ حيت صوته حنين كيطيح عليهم الضيم. وراه ما عندك شحال من واحد ووحدة كيبكيو من وراه واخا ما يفهموا حتى شي حاجه. قرا القارعه كيبكيو، قرا تبت يدا كيبكيو، قرا العاديات كيبكيو، قرا ليهم سوره الكهف يبكيو. المهم يبكيو واخا ما يكون في هذه الصور ما يبكي الا جيتي للمعنى. ولكن شكون كيسول على المعنى؟ وشكون عارف اش كيقول القران كاع؟ ولا بغيتوا تتاكدوا باللي اغلبيه المسلمين ما فاهمين والو من القران غير كيمشيو للجامع يحيدوا عليهم الثقل كما كيقولوا، سير قدام شي جامع وبدا تستجوب الناس اللي خارج، قول لي مثلا اش كتعني غاسق اذا وقع؟ اش كتعني العاديات ضبحا؟ اش كتعني ويل لكل همزه لمزه؟ رغم ان هذه الصور القصيره كل شيء كيقراها في الصلاه وكيسمعها في الجامع. هذا الشيء بلا ما نهضروا على الصور الطويله والكلمات المعقده فيها. شحال ديال الناس البساطة كيقراوا القران وكيسمعوا العربية الفصحى كيسحابوا هذا القرآن ما عرفتش فيه. الواحد كيسمع مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، كيقول لك الله الله وهو راه ما فاهم منها والو. المهم كتسمع بنينة وزوينة ومزوقة بالزواق ديال السجع اللي كيسميوه الفقهاء الفاصلة. الفاصلة هي هذيك اللي كتكون في الأخر، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. هذيك حن اللي كتكون في الاخر كتخلي الهضره موزونه، والهضره الموزونه كتجي مزيانه في السماء. ولكن عرفتوا القران من اللي كتجي تشوف المعنى، كتحيد الغلاف ديال الفصحى والحوايج ديال القافيه، كيتعرى كيبان على حقيقته وكيتصدم الواحد وكيولي ينطبق على القران ذاك المثل المغربي اللي كيقول المزوق من برا اش خبارك من الداخل. ايوا اجيو معايا نشوفوا بعض الامثله باش هذا المزوق من برا نشوفوه من الداخل كي داير. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي المغرب مثلا فيه اكثر من 50% ديال الاميه والناس ما قارينش مساكن. كون كانوا الناس ديالنا باغين الناس يفهموا القران كلها ترجموه ليهم للدارجه باش يفهموا، حيت دابا ولاو كيديروا لهم الاشهار بالدارجه، الراديوات شحال من اذاعه ولات بالدارجه. وعلاش هذا اللي كيقولوا عليه كلام الله اللي هو اهم من كل شيء ما ترجموش للدارجه؟ حيت عارفينهم غادي يفيقوا، والا فهموه غادي يتصدموا مساكن. اللهم يخليهم مغطيهم مستور بالعربيه الفصحى ديال هذه 14 قرن باش حتى واحد ما يفهم، وبقاو غير كيطيح عليهم الضيم من التجويد وصافي. ربما يقول لي شي واحد لا القران ما كيترجمش. ايوا علاش اسيدي ترجمته للفرنسيه، ترجمته للانجليزيه، الالمانيه، الصبليونيه الى اخره؟ ماشي احنا اولى؟ خيرنا يدي غيرنا، نترجمو غير لناس اخرين ونخليو ديالنا بلاش. شي واحد عاوتاني يقول لك لا هذيك راها غير ترجمه معاني القران ماشي القران نفسه. اسيدي حتى هذه من اللي تساليو منها سميوها ترجمه معاني القران للدارجه المغربيه، خليو غير الناس يفهموا. اسيدي ربما شي واحد اخر يقدر يقول لك لا القران بالعربيه وحنا كنهضروا العربيه ما نحتاجوش نترجموه. ايوا شكون اللي قال لك اسيدي كنهضروا العربيه؟ ياك كنتعلموا العربيه في المدرسه، واش من اللي كتكون مثلا في الدار كتقول لك امك ولا باك استيقظ يا ابني لقد حان وقت المدرسه، ولا كيقولوا لك فيق ولدي راه خاصك تمشي للمدرسه؟ الفرق كبير. العربيه الفصحى هي لغتنا الثانيه، لغتنا الأولى هي الدارجة المغربية، والقرآن خاصو يترجم للدارجة المغربية.
وانا بديت هذا المشروع ان شاء الله، ونتمنى يكملوه معايا ناس اخرين ينضموا لهذه الفكره، باش المغاربه يفيقوا يعرفوا اش كيقراو ملي كيصليو وملي كيمشيو للجامع وملي يقرا عليهم الخطيب نهار الجمعه، ولا فالحين غير نوريوهم نواقض الوضوء ويستنجاو باليسريه ماشي باليمنيه، وكيفاش يحيدوا الجنابه ونسينا المهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما، آمين آمين يا رب العالمين. نحمد الله عز وجل على أن من علينا بنعمه العديدة، وهذا أول درس بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه. تروينا الإمام البخاري في الصحيح ديالو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من الآيات مثل ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث صحيح عند رواه البخاري. أولا علاش جاي بينو دابا وعلاش نتكلموا عليه؟ فهذه الأيامات وأنا تنقلب في الإنترنت تنعثر على واحد الفيديو ديال واحد الانسان مغربي تيضرب في القران وتيضرب في الرسول صلى الله عليه وسلم بالدارجه المغربيه الموضحه للناس. وكما تنعلموا بان الاغلبيه ديال المغاربه اميين، بمعنى انه في البلاصه غادي يضخوا، واخا داخل عندهم واحد العقيده وما كاينش اللي يزعزعها، ولكن في الفكر ديالهم ما يعرفوا ما يردوا. جاء قال انا غادي نفسر القران بالدارجه، والتفسير ديالي القران بالدارجه باش نفضح القران بانه ماشي كلام الله، وباش نفضح محمد وحنا نقولوا صلى الله عليه وسلم. وبدا فسر سوره العاديات وفسر سوره المزاد، وقال لك هذوك غير المقرئين اللي تيقراوا القران والحصوص ديالهم حنين، وتيبكيو الناس على شي حاجه، تيبكيو على الخيل الى دات حنحنات ودارت بسميتو بالحفاير ديالها النار وكذا كذا. قال لك واش هادشي علاش غادي يبكيو الناس؟ ما غاديش يعرفوا، لان العلماء في هذا المجال هذا غيب الساحه، وحيت تكون غيب الساحه معناه ان الكره تقذف في المرمى، لان حتى حارس المرمى ما كاينش. وحنا تنعرفوا الحرب اللي كاينه ما بين اليهود والنصارى والمسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدي ربي قالنا في القران: ولن، وهذا لن تفيد التأديب، تأديب معنى ابدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، معنى راه ما يرضاوش عليك. فلهذا هذه حرب كاينه. فالنصارى وحنا ما نصحوا المسائل تيقولوا هما المسيحيين، حنا ما نقولوش مسيح، لان المسيحيين نسبه الى المسيح عيسى عليه السلام، لا، سماهم الله النصارى. وما كاينش في القران كله تيتسماوا المسيح المسيحيون، لا، تيتسماوا النصارى، هما اللي تلقوا هذا الاسم هذا. فحنا نرجعوا ونسميوا الاسماء بمسمياتها، سماهم الله النصارى والنصارى. كان واحد الزمان تيبينوا الدين ديالهم وتيشرحوا الدين ديالهم، يكملنا وتيصرفوا ملايير على الدين ديالهم، يكملنا سيدخلوا لهذا الدين ديالهم. ولكن اللي تيبان في الواقع ان واحد العدد ديال الكنائس اللي تبعت، وحنا تنشوفوا في الدار البيضاء كنيسه قداش راهم كاينين فيها دابا، تتسمى مسجد النور، كاين فيها الاخوه التبليغيين تمايا، هذا دليل على انه كسدات البضاعه ديالهم في المؤتمرات ديالهم اللي هما تيجتمعوا. فقالوا ما بقاش نافع باش حنايا غادي نبقاو بينوا الناس هذا الدين هذا، فاش غادي نديروا؟ غادي نحاولوا نزعزعوا المسلمين على الدين ديالهم واخا ما يولوش نصارى. لانه تنصيبوا بالتجربه الواقعيه شي بلاد من البلدان، في مصر
ناضوا هذوك النصارى دوك الباباوات اللي هما كاينين تما تيعطيو الملايير باش غادي يبقاو يتكلفوا بالفقراء والمساكين والعجائز وكذا كذا. فحيت مشاو جهزوا واحد القريه داك الشيء اللي تيخص، اش قالوا؟ قالوا انصب كون بناو لنا واحد الجامع، وانصب كون هذاك سميتو داك البابا داك مرابو تيتسمى مرابو، وجات من كلمه مرابو مرابو بالدي، جات الاصل ديالها من مرابط، مرابط خدام في الدين ديالو باش غادي يرجع الناس. ما كلاش هاد الشيء، حنا تنشوفوا هنايا عندنا مرابو شنو كيديروا، تيشدوا الشباب ويقريوهم ويزعزعوهم، الغرض هو يزعزعوا على العقيده ديالو واخا ما يوليش نصراني، هذا هو الهدف. فلهذا هذا الكلام ديال هذا، انا داك التفسير ديالو ديال سوره العاديات شديتها ودرتها في الصفحه عندي. اللي ما فهموش قال لك اودي راك تنشر هذا الباطل ديال هذا السيد هذا، ولكن انا حيت شديت هذاك الكلام ديالو ودرتو في الصفحه عندي في الفيسبوك، راه صبت انا فايته 50,000 واحد اللي طلعت على داك الشريط قبل مني انا، كداو 50,000 واحد، بمعنى لا واحد العدد كبير. انا الدروس اللي دايرهم ما نحبوش هذاك الشيء اللي لعب تمايا ديال اللي طلع ديال هذا، وعندو تجهيزات معطيه ليه باين مصور داك الشيء، التصوير صافي، وبالنسبه للتجهيزات الالكترونيه موجوده عنده، ولكن تضليل. قال لهم انا بغيت باش نبين للمغاربه نفضح، وسمى القران قال لي انا مسوق من برا اشحالك من الداخل باش يبين لكم اشنو كاين في القران. فحنايا ما غاديش نسبوه ولا نجذبوه، لان ماشي بالاسلوب ديال المسلمين هذا. الاسلوب اللي كاين هو اننا حنايا غادي نشد هذا الكلام هذا اللي تنسجل دابا، وغادي نهز مقطع من الكلام ديالو وغادي نربطو بالكلام ديالي وغادي نبين للناس. وهنا تيبان الناس، علاش؟ لان القمه ديال الحكمه هي تنشر الكلام ديال هذاك الاخر ويسمعوه الناس ويسمعوا الكلام ديالك حتى نتايا. انا لا اتفق معك ولكن اساعدك على نشر رايك حتى يسمعه الناس، وهذا هو الاسلوب الالهي القراني. الله عز وجل قالنا في القران ها اش قالوا اليهود، وقالنا في القران ها اش قالوا النصارى، وقالت اليهود عزير الله، وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم. معنى سيد ربي قلنا، علاش قلنا هذا الشيء؟ باش حنايا ما نبقاوش نفعلوا الا سمعنا على كلام الله شي حاجه، ولا سمعنا على الرسول صلى الله عليه وسلم شي حاجه، ولا سمعنا على الرسول صلى الله عليه وسلم شي حاجه. اولا فقه الموازنات، فقه الموازنات معنا شكون اللي نسبخوا على الاخرى. فسمعنا واحد 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 من هذاك الباباوات ما قال لك باش غادي يعلن يحرق القران. العالم الاسلامي قامت القيامه غادي يديروا مسيرات وداك الشيء. فالاحراق ديال القران مع هذا الكلام اللي قال هذا معنى هذا اخطر من الحرق. علاش؟ لان الحرق ديال القران عندنا ملايير ديال النسخ موجوده وما تروح حتى شي حاجه، ولكن هذا غيضر عباد الله وغادي يتلف عباد الله. ولكن شحال من حاجه تتبنى حنا فيها نقمه، ولكن بالمقابل راه فيها نعمه. فحنا شفنا الاعجاز ديال القران، ان سيد ربي عجز البشريه حتى تقوم الساعه، وان القران كلام الله، وما يقولناش شي واحد راه كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا شي حاجه، لا لا كلام الله. وكاين تحدي قائم، واللي قال شي حاجه ها هو سيدي يجيب التحدي ديالو ونقول يا سيدي جا. اما الكلام هكا باش يزعزعوا العقيده ديال الناس لانهم ما قاريينش، وهذا الشيء هذا ما دارش في المجتمعات ديالنا ما تقراش. فاحنا تنحاولوا باش نوضحوا ان شاء الله، ويكون الكلام ديالنا بلسما لما في صدورنا وشفاء لما في قلوبنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.